عاجل: إعصار شديد يضرب ولاية فلوريدا. غضب الله في الولايات المتحدة الأمريكية، الناس تهرب من المنطقة والدمار يملأ المكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتعرض ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية منذ ساعات الصباح الأولى لإعصار قوي يحمل اسم إيداليا، والذي يأتي من خليج المكسيك باتجاه المدينة الساحلية جنوب البلاد. وتظهر عدسات الكاميرا مشاهد مروعة للحطام الذي يحمله الإعصار والأمواج العاتية التي تضرب الشواطئ، والتي أدت إلى تدمير في خطوط الطاقة والممتلكات العامة والخاصة، حيث تطايرت أسقف المنازل وسقطت الأشجار وعمت حالة من الفوضى العارمة. كما ونشر العديد من الناشطين صورا ومقاطع فيديو تظهر هرب الناس من الشواطئ والطرقات، وقد غمرت المياه بشكل كامل بلدة شتاين هاتشي، ووصل ارتفاع المياه إلى 6 أقدام في منطقة سيداركي. وسرعت السلطات الأمريكية إلى العمل بأقصى سرعة لإجلاء المواطنين من المدينة التي يقطنها ما يزيد عن 21 مليون نسمة، بعد أن رفعت مستوى التحذير بسبب الأمطار الغزيرة والرياح العاتية التي تصل سرعتها إلى نحو 179 كيلومتر في الساعة، ومن المتوقع أن تزيد عن هذا الحد. وتم إلغاء الرسوم المفروضة على الطريق السريع في فلوريدا لمساعدة السكان على الخروج بسرعة، وفتح ما يزيد عن 19 ملجأ في مختلف أنحاء الولاية، واجتمع ما يزيد عن 30,000 عامل لمحاولة إعادة التيار الكهربائي وأصلاح الخطوط المعطلة بمساعدة فيلق من مهندسي الجيش الأمريكي. وطلبت حكومة الولاية من السكان المحليين الابتعاد عن المناطق المنخفضة والساحلية والاتجاه إلى المرتفعات. كما شمل التحذير عدة مناطق من ولايتين ثانيتين، وهما ساوث كارولينا وجورجيا. وبدوره أعلن الرئيس جو بايدن أنه على تواصل دائم مع حاكم ولاية فلوريدا، وأكد أن حكومة واشنطن جاهزة لتقديم كافة المساعدات التي تحتاجها الولاية مهما كانت الظروف. ويتوقع الخبراء بأن هذا الإعصار هو رابع أكبر الأعاصير التي تصيب ولاية فلوريدا خلال مدة 7 سنوات، وخصوصا أنه ازداد قوة بعد مروره في كوبا، حيث كان يصنف على أنه عاصفة وأحدث هناك أضرارا جسيمة في الكثير من المنازل وسبب غرق العديد من القرى غرب البلاد. وقد اشتدت قوة الإعصار قبالة سواحل الولايات المتحدة ليصنف من الفئة الرابعة على مقياس الأعاصير المكون من 5 فئات.
اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.